السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ كلشي مليح؟ كلشي ناشط؟ كلشي ناشط باذن الرحمن الرحيم. اي اللهم لك الحمد والشكر. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على اشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اوكي، الفيديو ديالنا ان شاء الله اليوم غادي يكون كيهضر لينا على بعض الكلمات، ماشي كلشي لانه كثارين، كل مره غنعطيكم شويه ان شاء الله. الفيديو السابق قلنا بلي كاين ايضا حتى الكلمات اللي هما سان بري فالسي، دائما وابدا فالسي. اوكي، انا جيت لكم بهذا الفيديو باش نوضحوا ماشي غير الكلمات اللي هما فالسي، راهم كاينين في جوجل، ولا بغيتوا نعطيكم حتى الباجينه واللينك فين ممكن تلقاوهم كاينين. انا بغيت نوصل لكم واحد المعلومه باش غير تشوفيهم تذكري الشرح ديالهم اكزاكت، ماشي تقولي راها كلمه فالسه ونهار لي زامي تنسيها، حيت باش تحفظي شكل وباش تحفظي وتفهمي شكل اخر. انا كنعطيكم طريقه الفهامه، يعني الفهم يا الفاهم، الا فهمتي غتقدري ديري بزاف، اما غير حفظتي تقدري تنسي. اوكي، من بين الكلمات اللي خصنا نكونوا فاهمينهم هما افيانكاتي. اول يعني هذا الفيديو هذا العنوان ديالو هو باش تفهموني لي باروله كي sono sempre دائما وابدا sempre falso la domanda، ما هما الكلمات اللي هما ديما خطا الى جاونا في الامتحان؟ الى جانا في الامتحان هاد الكلمات نديرو لهم فالسو بضمانه بضمانتي انا. اوكي، بحال قلنا اول كلمه كاينه هي افيانكاتي. افيانكاتي ما معنى افيانكاتي؟ مجانبه، يعني جنب الجنب. مثلا يعطونا في الدوماندا، هذه قلنا سامبري دوماندا فالسو، ردوا البال عاوتاني غنولي نهضر نفس الخطبه اللي هي ماشي افيانكاتو او لا افيانكاتا، افيانكاتي اي الا فيني اي الا فيني، هذه هي لي سامبري فالسو. نعطيكم مثال في دوماند اللي كيكونوا هكذا على هذا الشكل، دوماند على هذا الشكل الاتي: بوسيامو مارشاري، ممكن نتمشاو مارشاري، ولا بوسونو اي فييكولي مارشاري افيانكاتي، ممكن الفييكول يمشيو افيانكاتي بحالاش بحال هكا. دوماندا علاش هي سامبري فالسو؟ لانه ديما كيقول لك واحد الموتوشيكلو ممكن يمشي افيانكاتو داون اوتو فيتورا، اولا واحد البيشيكليتا ممكن تمشي افيانكاتا محاولة واحد لاوتو فييكولي، اولا اون اوتو فييكولو ممكن يمشي افيانكاتا يكون نالترو، واحد جنب الجنب جنب الجنب، هذا جنب الجنب هذا، هذا جنب الجنب هذا، ماشي لا هذا ولا هذا ولا هذا، كلشي فالسو. ما يمكنش نمشي نقاد الكتاف مع الاخر وعاجبني راسي، دوماندا سامبري فالسو. اوكي، نون بوسونو، نون ماشي بوسونو، نون بوسونو مارشاري افيانكاتي، هذاك الشيء علاش دائما لا دوماندا اللي فيها افيانكاتي خطا خطا ثم خطا. صافي تفهمنا على هذه ماي نمشي افيانكاتي. وكاينه دوماندا اخرى اللي كتقول ليها ممكن، هذه غنخليها في فيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل. هذيك الدوماند عندها علاقه بفيلي باراليلي، وانا غنوضح لكم اكثر الاغلاط كتكون على فيلي باراليلي، يعني غندير لكم فيديو خاص ان شاء الله بخصوص الفيلي باراليلي هكا باش ما تمشيوش غالطين. نخليو هذا غير فيلي باراليلي سونو سامبري فالسي. اولا شفنا افيانكاتي، اوكي سالفا، بقاو تصوروا البنات حتى تساليو معايا الفيديو وعاد كتبوهم عندكم في النوت. صافي، اولا نتيا كتفرجي ونتيا هزه الورقه والستيلو وكتكتبي مورايا.
ثانيا السؤال الثاني اللي هو سام بريفارسو، ما هو؟ ثانيا هو في تا لي سيا او في تا لي سيا، علاش كنقولها بالحروف باش تعرفوني علاش كنهضر. فيتاليتسيا او فيتاليتسيا سام بريفالسو، علاش؟ حيت هاد فيتاليتسيا كتكون لي دومان ديال خاصين بلاسورونس. الدرس د لاسورونس كيقول لنا بلي بعض لاسورونسات كيبقاو لنا مدى الحياه، يعني المعنى ديال فيتاليتسيو هي مدى الحياه. ان فيشي حتى حاجه ما كتبقى لنا مدى الحياه غير الله سبحانه اللي كيبقى، اما شي حاجه اخرى لاسورونس الوليدات الصحه حتى حاجه ما كتبقى مدى الحياه. باش عقلوها توتا فيتا نوسترا، فيتا جايه من لا فيتا هي الحياه. ان فيشي لا دوموندا فالسا، بحال دابا يقول لك لا سيكوراسيوني كونترول اورتو ولا فورتو ولا ضد الحريق ولا ضد الشفره ولا لاسورونس اي غارانتي شي اون فيتاليتسيا فالسا لا دوموندا بيركي ماي شي حاجه مدى الحياه. ايضا كاينه لالترا بارولا اللي هي في فريتسيوني، فريتسيوني سام بريفالسو، غنديرها بوحديتها باش يبقى الشرح ديالها بوحدو. اوكي كاينه ايضا لا دوموند اللي هي فري سيوني، لا فريتسيوني. شكون هو هاد الفريتسيوني؟ هو لومبرياج، لومبرياج هو لومبرياج، حيت عندنا في الطوموبيل ثلاثه ديال البلايص، عندنا الكسيراتور الفران لومبرياج. هنا كنكسيري بالبرج اليمنيه، هنا كنفراني برج اليمنيه نيت، واليسريه اللي هي رجل دليسر سينيسترا دليسر، اش كندير بها؟ انا كندير بها لومبرياج باش نغير السرعه. اوكي ملي كنبغي نغير هذاك الفيتاس ديال السرعه، يعني اش كيقولوا كامبيو دي كامبيو دي فيلوشيتا، ملي كنبغي نكامبي فيلوشيتا من بروميير لدوزيام الكاتريام، ها ضروري خاصني نبرك في لومبرياج، وعاد كندير مغير الاتجاه مغير السرعه عفوا باش انها دوز ليا هاد لا مارشا هادي اللي درت مثلا بروميير ولا دوزيام ولا كاتريام اتشيتير. اوكي في الاسئله كيجيونا كيقولوا لنا خاصنا ضروري ما امكن ملي نكون هابطه في الحدوره اولا طالعه في الطالعه اولا غاديه في الكورفا اولا نبرك على الفريتسيوني نبقى باركه على الفريتسيوني. ان فيشي توتي لي دوماندي اللي فيهم فالسو، حيت الا بقيت انا باركه على الفريتسيوني غادي نجي في الطوموبيل وغادي نقجها ما ترخفياش تخليها تزيد، غديري لها ضرر. كيفاش غنبقى دي في بريميري على فريتسيوني سامبري فالسو؟ لان يعني الفريتسيوني عنده مهمات، يعني لومبرياج غادي نديرو بها واحد المهمه وغادي نحيدو جلينا، ماشي غنبقاو باركين عليه وقاجين الطوموبيل ما خليناش تنفس. اوكي داكشي علاش اي دوموندا كيما بغات تكون جاتكم فيها لا فريتسيوني فالسو لا دوموندا، لان ما عندهاش علاقه. اوكي ايضا نوع اخر من غير فريتسيوني لا مارشا اني ستادا. اوكي اني ستادا، اني ستادا تا هي سامبري فالسو. الدرس اللي جايه فيه هو لا ديستانس دي سيغوريتسا، كتقول لنا مثلا مسافه الامان ان ديبيندي انك لا مارشا اني ستاتا، لها علاقه باش من مارشا حنا غاديين، واش بروميير او دوزيام او ثوازيام او كاتريام. اذا شي فالسا لا دوموندا ما عندهاش علاقه بهذا الشيء كامل، هي خصنا نستعملوا مسافه الامان باش ما كنا غاديين، ماشي تنكون غاديه بواحد لا مارشا محدده ثابته اني ستاتا ثابته في واحد القياس عاد نشد مسافه الامان. مسافه الامان خصها تشد كومون كوا، ماشي حتى نكون دايره واحد مسافة الأمان
واحد السرعه ثابته او واحد مغير اتجاه ثابت فالصو ما عندوش علاقه. اوكي الورا وقيلا اللي نكتفي بهذا القدر، وفي القدر كفايه بيد الرحمن الرحيم. خليتكم على خير بحول الله الرحمن الرحيم. كنشوف راسي عييت شويش لافو شيميون بو فابل ضيا كيعيا، داكشي علاش صافي باسطا كوزي باش يبقى الفيديو كيعرو الكلمات في محلهم حيت شويه وغادي تسمعوا كلشي مفحح. داكشي علاش اللهم لك الحمد ولا الشكر. نشوفوا ان شاء الله فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. واللي ناقصها شي معلومه ولا ما فاهمهاش شي دوماند ولا تحطها لي في لي كومنت، غنحاول ندير فيديو ونشرحها ليها. صافي يلا بون كوراج، مع السلامه، الله بروسيما ان شاء الله.